طب لما بيكون فيه يعني أزمة أو مشكلة أو تباين شديد في وجهات النظر، يعني اختار كما شئت من هذه المصطلحات، بين البرلمان ما بين الحكومة، هل بتلجأ إلى الاتصال المباشر مع البرلمانيين، مع أعضاء مجلس النواب، ولا يعني آلية حل المشاكل بتبقى إزاي؟ التفاهم والموضوعي، التفاهم والموضوعي. لما بنيجي نقدم مشروع قانون ما بنقدموش كده، ولا بيبقى له فلسفة معينة، له خلفية معينة بنقدمه وفي هدف عايزين نحققه. لما الصورة بتوضح للسادة النواب وبنبقى فيه مناقشة موضوعية، لا شك بنصل إلى النتيجة المرجوة. ليه؟ لأن مفيش حد له هدف شخصي من وراء هذا القانون، فبالتالي لما بنحط المصلحة العامة قصاد عينينا الكل بيلتقي عندها. قد نختلف في الطريق الوصول إلى المصلحة العامة، ولكن الطريق الأنسب هو اللي في النهاية بنتفق عليه، وده بيجي من خلال المناقشات الموضوعية والتفاهم زي ما قلت لحضرتك. وطبعا ما فيش مانع أبدا أن يكون عند السادة النواب وجهة نظر تحترم ونأخذ بها، وده بيحصل في كثير من الحالات. يعني بيبقى في حد بيقترح اقتراح نرى انه فعلا موضوعي ويحقق الهدف اللي احنا عايزينه بناخد بيه. فالمشكله مش ان في تعارض، لا، احنا قايمين على التفاهم والتعاون بين السلطتين وليس التعارض والمشاحنه. مفيش خلاف، يعني العلاقه في الاصل مش علاقه خلاف، لا، علاقه تعاون و اجتماع على المصلحة العامة للدولة.